يا معتصم، نعم يا أبي. بما أنك حفظت سورة البقرة يا بني ولله الحمد، وأنت بصدد إجراء اختبار لها بإذن الله، فأنا أفكر بشراء هدية جميلة تحبها إن شاء الله. ما هي يا أبي؟ اتركها مفاجأة. يا أبي تعرف أنني لا أحب المفاجآت. إذا أبشر، سأخبرك بها يا بني. سأشتري لك بسكويتة وعلبة من العصير. يا أبي تقول لي أنهيت سورة البقرة وتقول لي بسكويتة وعصير، هل تظنني طفلا صغيرا يا أبي؟ طيب ماذا تريد إذا؟ أريد بخاخا من الثلج وكيلو حلاوة جبن وحاسوبا محمولا وقطعة من الذهب لأمي. يا إلهي، كل هذا؟ كل هذا وأكثر. فحافظ القرآن يكرم. الله، فحافظ القرآن يكرم. نعم، أحسنت وصدقت يا بني. أبشر أبشر إن شاء الله. قل بارك الله فيك. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. أبشر يا بني، أبشر. نعم.